احتفلت الجمعية الأنطونية الخيرية في بيت لحم بعيد شفيعها القديس أنطون بدواني، وذلك بقداس إلهي أحياه الأب رامي عساكرية كاهن رعية كنيسة القديسة كاترينا، وبحضور رئيس وأعضاء الجمعية والمسنات والمسنين المقيمين فيها وعدد من المسؤولين وأهالي المدينة. المزيد في رسالة الأرض المقدسة. هنا وفي هذه الكنيسة التي تحمل اسم القديس أنطون البدواني شفيع الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية، أقيم القداس الإلهي الاحتفالي السنوي الذي ترأسه قدس الأب رامي عساكرية كاهن رعية سانتا كاترينا، وبحضور رئيس دير الأرمن الأب إسبيد باليان والإقونوموس يعقوب أبو سعدة راعي كنيسة الروم الكاثوليك والكهنة والشمامسة، وبحضور رئيس وأعضاء الجمعية الأنطونية ورئيس وأعضاء بلدية بيت لحم وممثلي المؤسسات الدينية والاجتماعية في المدينة والمسنين والمقيمين في دار الجمعية والجوقاء وأهالي المدينة. وخلال كلمته أعرب الأب عساكري عن فرحته وشكره للقائمين على إدارة الجمعية الأنطونية، وخصوصا في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المنطقة والاستمرارية والتطور في هذا الصرح، وهنأ كل من يحمل اسم أنطون توني أنطونيوس. محبة واحتراما للقديس أنطون البدواني وأعماله، تبنى أبناء طائفة اللاتين في بيت لحم في بداية القرن العشرين أفكاره ومبادئه، وأسسوا باسمه الجمعية الأنطونية اللي كانت في بداية الأمر هي أخوية القديس أنطون البدواني، واللي تحولت مع الأيام إلى الجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية اللي أخذت من اسم القديس أنطون اسم إلها، ومن القديس أنطون شفيع للجمعية يرعاها في أعمالها الإنسانية اللي بتقوم فيها. وطبعا الجمعية من 1913 لليوم بتقوم بأعمال جليلة وأعمال كثيرة في خدمة المجتمع، سواء على المستوى خدمة المسنين أو على مستوى الخدمات الاجتماعية الأخرى. فالقديس أنطون هو شفيع الفقراء وشفيع الأشياء المفقودة وشفيع الطلبة لنوال النجاح. وبعد انتهاء القداس استقبلت إدارة الجمعية المؤمنين في قاعة الأنطونية، حيث قدم فيلم عن مسيرة وتطور الجمعية ما بين الماضي والحاضر، كما قدمت التهاني والمعايدة للجمعية الأنطونية الخيرية البيت لحمية. الجمعية الأنطونية اليوم تحتفل بعيد شفيعها مار أنطون. كان في قداس احتفالي وكان في ريسبشن وكلمات وانجازات الجمعية. ما تفاجأناش بوجود كم كبير من أهالي بيت لحم، وندل على شيء بدل على إعجابهم وانبساطهم بالخدمات المتطورة والمتتالية اللي بتصير من أعضاء إدارة الجمعية الجديدة، مش الجديدة، خلال 3 سنوات الماضية في الخدمات المقدمة للمسنين. وطبعا نحن بجانب هذه الخدمات اللي هي من ناحية طبيب مداوم وسوشيال وركر وإلى آخره، نسعى كمان لبناء مشاريع عشان الجمعية على المدى المتوسط يصير عندها اكتفاء ذاتي ويصير تطور حالها أكثر وأكثر في المجتمع الفلسطيني. احنا شغلنا بالجمعية هو في خدمة الله والإنسان، بنتركز في أعمال الرحمة للمسنين، مندير بالنا عليهم، منعتني فيهم بكافة النواحي، جسدية، نفسية، يعني من كل الجهات، وكمان من يعني برضو مننفذ نشاطات لإلهم. في عنا من أبرز نشاطاتنا نادي المسنين اللي هو فعاليات كل يوم مرة بالأسبوع أو مرتين للمسنين المقيمين وبرضو المسنين اللي خارج المدينة. منحب انه دائما الناس تزورنا ودائما يكون في زيارات للمسنين ليعتنوا فيهم، لانهم كثير بيحبوا يشوفوا حدا جاي عندهم ويعتني فيهم. واحنا مبسوطين اليوم انه في ناس في الجمعيه، هذا الشيء بيعكس جو حلو للمقاتنين ولبرا. فيا ايها القديس أنطونيوس البدواني شفيعنا المعظم، انظر الى شقائنا،
ارمقنا من علو السماء وتعهدنا بعونك. أبعد الأخطار العديدة التي تحدق بنا أثناء سفرنا من هذه الأرض، أرض الظلمة وظلال الموت، وكن لنا مرشدا أمينا وترسا منيعا ومعزيا شفيقا، ونجنا من أخطار الروح والجسد. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة مار أنطون بيت لحم.